بص احنا مكملين معاك، بس احنا معانا زميله ليك في المجال وهي كمان يعني الحقيقه من اكتر الاطفال اللي الناس كانت بتتكلم عليها وكانت بتستنى ان هي تتفرج عليها في رمضان. زي ما قلنا لحضراتكم دراما رمضان كان فعلا فيها اطفال كتير جدا موهوبه. هنروح دلوقتي لريما. ريما فاكرين دورها في الكبير وفاكرين ادوار تانية كتير جدا، بس خلينا نتكلم معاها بقى ونعرف عنها كان ايه شعورها لما اطلق عليها لقب الطفله المتنمره اللي دخلت قلوبنا. الحقيقه كلنا الشاذ دي كان لسه بيسمع الدور بتاعها من شويه. ريما صباح الخير عليكي. صباح النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. عامله ايه يا ريما؟ انت خليت الكبير يعيط يا ريما. يعني والله انا مش كده خالص في الحقيقه، بس يعني دور كده عامل ايه؟ بتدافع عن نفسها؟ اه مع حقها برضه. لا بس كله. يعني لا ريما خطيره، ريما شاطره شربات. شاطره خطيره. طب ريما كلميني. شكرا والله. شكرا ليكي انت. طيب احكي لي بقى عن مشاركتك في المسلسل الكبير قوي الجزء السادس، ايه اللي حصل؟ ازاي ترشحتي للدور؟ ازاي قدرتي ان انت تقدمي الدور بالشكل ده؟ انا ترشحت للدور من الاستاذ احمد الجندي المخرج عشان اشتغلت معاه في موضة ام، وكنت مبسوطه قوي هناك مع الاستاذ احمد مكي. ممكن في سؤال تاني صح ولا ايه؟ عايز اعرف بقى. عايز اعرف منك لما كنتي بتروحي هناك بقى وتبتدي تمثلي دورك، ازاي كنتي بتحضري نفسك بقى عشان تمثلي الدور وتعملي المشاهد بتاعتك؟ عادي كنت بقعد واحفظ المشهد، وبقى يعني انا لازم افهم المشهد عشان اعرف امثله وبس، وبفهمه واشوف ممكن يتعمل بطريقه ازاي واعمل. كانوا بيهزروا معاكي في الكواليس يا ريما ولا كانوا خايفين منك؟ لا كانوا بيهزروا، كانت الدنيا لذيذه اصلا هناك. طب قولي يا ريما، انت بقى صحابك بابا وماما قالوا لك ايه بعد مشاركتك في الدور اللي عملتيه في الكبير قوي، لان المسلسل نجح جدا جدا جدا؟ كانوا مبسوطين مني قوي، وكل اصحابي قعدوا يقولوا لي مبروك وقعدوا يسقفوا لي وكلموني وكده. يعني ريما انت من اسره فنيه من اسره فنيه، اكتشفوا موهبتك ازاي باباكي ومامتك؟ انا باباي كان ممثل مسرح بس مش بيطلع في التلفزيون يعني. هو كان بالنسبه لنا كلنا ممثل شاطر حلو قوي، فانا لما كنت مثلا بشوفه بيمثل على المسرح وانا صغيره، كنت لما برجع باخد صحابي ونقعد نحاول نعمل اي حاجه فيها تمثيل. فهو شاف ان انا بحب كده، وطلبت في اللي هو حاجه بتاعت كنيسه وحاجات كده مع الاستاذ تامر حسني، تامر محسن. ايوه المخرج كملي يا ريما. طلبني في حاجه فعملتها معاه. هو قال لمامتي ان انا لازم اكمل تمثيل ولازم امثل كده بس. طيب ريما فاكره كواليس بقى مسلسل الكبير، فاكره اي مواقف بينك وبين احمد مكي، بينك وبين اي حد من الممثلين اللي شاركوا في المسلسل، موقف تحكيه لنا؟ انت شكلك شقيه كمان. انا فاكره اي حاجه؟ مقلب عملتيه كده، حاجه عملتيها كده؟ لا انا اصلا انا بخلص المشهد يا بقعد ساكته يا بروح اقعد جنب مامتي. طب لا دي مفاجاه لينا كلنا على فكره، احنا كلنا كنا فاكرينك ان انت بقى شقيه وبتعملي مقالب وحاجات كده. عملتي ايه في العتر يا ريما؟ نعم عملتي ايه في العتر؟ اتريقت عليه بس والله يعني. اتريقت عليه عادي كده؟ ده راجل كان كل يوم يروح لبابا يعيط منك. لا والله انا مش كده خالص. لا بس في حقيقه ريما والله انت فعلا باين ان انت مش كده خالص، وباين ان انت كمان هاديه، يعني مش زي ما احنا كنا متوقعين. ولا شفتي المسلسلات هم اللي حاصرينك في ادوار الشر. بجد والله. طب الحمد لله. طيب ريما عايزه تعملي ايه في الفتره اللي جايه؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسي اكمل تمثيل وابقى شاطره. يا رب دايما. احنا مبسوطين بيكي قوي يا ريما. بس يعني لما اكبر هقرر برضه. بس لما ايه؟ لما اكبر هقرر يعني، ما اخدش القرار من دلوقتي. طب نفسك تمثلي قدام مين في الفتره اللي جايه؟ ناس كتير. قولي لنا اتنين. الاستاذ تامر حسني اها طبعا، والاستاذ اكرم حسني كنت، بس يعني ما حصلش نصيب فنفسي.
لا ان شاء الله هتحصل، وان شاء الله كمان تامر حسني واكرم حسني لا هم اللي هيتخانقوا عليكي، هم هيخطفوكي. ريما نورتينا واحنا مبسوطين بيكي قوي قوي قوي، والف مبروك على نجاحك في المسلسلات الحقيقه كلها مش بس مسلسل كبير قوي. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. شكرا ليك يا ريما. ونرجع مره تانية لثمير.